ومن هذه الأجواء الاحتفالية إلى أخبار الاقتصاد. نعم، ومصطفى ميزار. شكرا سحر ناجي، شكرا محمد عبد الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مسؤولي شركتين صينيتين لاستعراض فرص التعاون والاستثمار والتمويل الممكنة في السوق المصرية في مجال توطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات. خلال الاجتماع أكد مدبولي على الأهمية التي توليها مصر لتوطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة التي تسهم في تعزيز نشر محطات الطاقة النظيفة، وأعرب في هذا الإطار عن تطلعه للحصول على تفاصيل ورؤية محددة للتعاون بين الجانبين في المجالات المقترحة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء تقريرا سلط من خلاله الضوء على اتجاهات التكنولوجيا خلال عام 2023 وبعده، كما استعرض أهم اتجاهات التكنولوجيا في مصر بالإضافة إلى مستقبل التكنولوجيا. أوضح هذا التقرير أن القيمة الاقتصادية المحتملة من الذكاء الاصطناعي التطبيقي ستتراوح ما بين 17 إلى 26 تريليون دولار، وأشار إلى أن حصة الشركات التي تسعى إلى تحقيق هذه القيمة تتزايد باستمرار. كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.4% حتى نهاية العام 2029. سجل معدل التضخم السنوي في الكويت مستويات وصلت إلى 3.8% خلال نوفمبر الماضي، وسط ارتفاعا في أسعار الغذاء والمشروبات. وفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فقد ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنحو 5.8% على أساس سنوي، وبنسبة 9% على أساس شهري، وسط زيادة أسعار مجموعة من العناصر من بينها الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والأسماك. كشفت مصادر يابانية مطلعة عن أن الحكومة اليابانية تعتزم إنفاق مبلغ قدره 164.7 مليار ين، أي ما يقرب من 1.16 مليار دولار، لتنظيم المعرض العالمي لعام 2025 إكسبو في محافظة أوساكا. أفادت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أفادت بأنه بالإضافة إلى هذا المبلغ الذي يتضمن الإنفاق على أنشطة تقديم العطاءات، من المتوقع أن تضخ الحكومة المركزية اليابانية والسلطات المحلية والقطاع الخاص نحو 9.7 تريليون ين أخرى في تطوير البنية التحتية اللازمة لهذا الحدث الكبير. أعلن عدد من موظفي الخدمات الأرضية في مطار جنيف الدولي إضرابهم عن العمل بسبب نزاع حول الأجور مع شركة اتحاد النقل الجوي التي توظفهم، من شأن توقف العمل إبطاء حركة السفر التي تصل إلى ذروتها خلال عيد الميلاد في سويسرا، حيث من المتوقع أن يسافر نحو 60,000 شخص عبر المطار في اليوم. قالت النقابة العامة هناك، والتي هددت بهذا التحرك منذ مطلع الأسبوع، إن مدة الإضراب سيتم تقييمها ساعة بساعة. أشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى خطورة الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في عهد الرئيس جو بايدن مقارنة مع إدارة سلفه السابق دونالد ترامب. كما أكدت الصحيفة على بلوغ معدل التضخم الأمريكي لأعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عام، فضلا عن تجريد وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تجريدها للولايات المتحدة من أعلى تصنيف ائتماني في أغسطس الماضي.
الاقتصاد العالمي يعاني أزمات متلاحقة تضربه من حين لآخر، بدءا من وباء كورونا، مرورا بأزمة سلاسل الإمدادات والأزمة الروسية الأوكرانية، وصولا إلى التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة. ضربة موجعة تلقاها الاقتصاد الدولي، وكان أكبر اقتصاد في العالم من بين المتضررين من تلك الأزمات. أزمة دفعت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى التنبيه بخطورة الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة، لا سيما في عهد الرئيس جو بايدن الذي تعاني خلال فترة رئاسته من عجز قدره تريليون و700 مليار دولار. هذا العجز التجاري جاء في ظل بلوغ واشنطن لأعلى معدل تضخم منذ أكثر من 40 عاما، حيث يعاني الأمريكيون ارتفاع تكاليف كل شيء تقريبا، فضلا عن تجريد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة من أعلى تصنيف تريبل اي في أغسطس. وعلى الرغم من أن التضخم قد انخفض مؤخرا عن الذروة التي بلغها الصيف الماضي، إلى أن الأسعار لا تزال أعلى بنحو 3% مما كانت عليه قبل عام. ويقول العديد من الأمريكيين إن ارتفاع التكاليف شوه نظرتهم إلى الاقتصاد، حيث يشير الناخبون باستمرار إلى التضخم باعتباره مصدر قلقهم الاقتصادي الأكبر. وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير عقدت خلاله مقارنة بين أداء إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، وذلك قبل انتخابات عام 2024، إلى أنه على الرغم من التعافي السريع للاقتصاد من الوباء، إلى أن الرئيس بايدن كافح لإقناع الأمريكيين بأن سياساته تعمل على تحسين أوضاعهم المالية. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فإنه بصرف النظر عن الارتفاع الناجم عن فيروس كورونا عامي 2020 و2021، ظل معدل البطالة منخفضا خلال رئاستي ترامب وبايدن، وانخفضت البطالة خلال سنوات ترامب إلى أدنى مستوى لها منذ نصف قرن عند 3.5% في أوائل عام 2020 قبل الوباء مباشرة. وخلال رئاسة بايدن انخفض معدل البطالة بشكل أكبر ليصل إلى 3.4% في وقت سابق من هذا العام، حيث يبلغ الآن 3.7%. دعت الحكومة الأرجنتينية البرلمان إلى فتح دورة استثنائية للنظر في مجموعة من التدابير الإصلاحية ومرسوم حول رفع ضوابط اقتصادية كثيرة. هذا ومن المفترض أن تنعقد هذه الدورة من 26 من ديسمبر وحتى 31 من يناير في البرلمان. تأتي هذه الدورة بعد تظاهرات نظمت بدعوة من نقابات العمال والمنظمات اليسارية تنديدا ببرنامج الحكومة التقشفي والتدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم.